السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الأعزاء المشاهدين والمتابعين لقناة منارة العلم English for you. أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد مع منارة العلم. حلقتنا النهاردة عن الإزاي، اللي طلب عايز يعرف إيه الفرق بين الباراجراف والإزاي، وإزاي أكتب ده وإزاي أكتب ده، وأنا بتلخبط يا ميس ومبقاش عارف الفرق. تابع الحلقة دي هتعرف الفرق بين الإزاي وباراجراف بأسهل وأبسط الطرق. هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. هنبدأ ونقول What is the difference between إزاي and paragraph؟ ما الاختلاف بين الإزاي والباراجراف؟ لو هنيجي نترجمهم ترجمة عربي كده، الأرتيكل هو الإزاي، هو الباراجراف اللي هو بمعنى بقول إيه، قطعة أو مقالة أو كده يعني. طيب بالإنجليش إيه الفرق بينهم؟ الإزاي is more than one paragraph. الإزاي عبارة عن عدة باراجرافات. الباراجراف زي ما سبق وخدنا قبل كده هو بيتكون من إيه؟ بيتكون من مجموعة من السطور ليهم شكل معين في الكتابة. ببدأ الباراجراف بإن أنا بسيب مسافة كده وأبدأ من أول السطر، وبعدين أكتب الجمل، وبعد كل نقطة أكتب تاني وأكتب تالت، وبينزل سرد كده بيبقى عبارة عن جمل ورا بعضيها، صفحة مكتوبة كده. كل الحكاية إن في أول سطر في الصفحة بكون سايب نصه كده عبال ما بكتب، زي ما خدنا في الحلقات اللي فاتت، وتابعوا الحلقات في البلاي ليست على القناة بتاعة كتابة الباراجراف. طيب أمال الإزاي بقى الاختلاف بينه وبينه هيكون إيه يا مس؟ الإزاي هو زي الباراجراف، ولكن هو عدة باراجرافات. يعني أنا بدأت أكتب عن الحاجة اللي هو عايز أتكلم فيها، سبت برضو مسافة اللي هي حوالي عقلة صباع من أول السطر، وابتديت أكتب الكلام بتاعي، وبعدين حطيت نقطة. كتبت مثلا 3-4 سطور في الأول، هاجي بقى بعد كده أكتب تاني، مكشفش بقى سطور ولا بعديها، لأ أبتدي أعمل باراجراف تاني اللي هو برضو أبدأ من نص السطر وأكتب أكتب أكتب وأحط نقطة، بعد 3-4-5 سطور كده أروح عاملة باراجراف تالت وهكذا. فبيبقى عبارة عن عدة باراجرافات مش باراجراف واحد. فلما أبص للإزاي كده هتبص لي عبارة عن فقرات، عدة إيه فقرات كده، غير الباراجراف اللي هو بيبقى نازل كلام 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 ورا بعضه زي المقال كده. تمام؟ طيب بنقول له هنا ايه؟ بنقول له A paragraph should be centered on one idea. طبعا اللي احنا اتكلمنا فيه ده الشكل، اتكلمنا فيه شكل الإزاي وشكل الباراجراف. طيب محتوى الإزاي ومحتوى الباراجراف بقى، الباراجراف عامة انت بتتكلمي عن فكرة واحدة. يعني هو مثلا جاي بيتكلمك عن حاجة في التعليم، في الحاجات دي، فانت بتتكلمي عن حاجة واحدة مثلا، ولتكن مثلا فايدة التعليم وخلاص. انما لما تيجي تكتبي مقال عن التعليم، لا انت بتجيبي من جوانب كتيره بقى، تبتدي تتكلمي عن فايده التعليم، الصعوبات اللي بتواجهها في التعليم، مواد ايه بتحبيها، مواد ايه مش بتحبيها، ايه المشكله اللي بتقابلك، طب ايه الحلول، طب المفروض نعمل ايه عشان نطور التعليم. يعني بتتكلمي في اكتر من فكره، ده في الايزاي. انما في الباراجراف انت بتصبي اهتمامك على فكره واحده بس، اللي هي مضمون الموضوع اللي هو جايب لك تتكلمي فيه. طيب نشوف برده بالانجلش بنقول ايه. بنقول A paragraph should be centered on one idea only. يعني الباراجراف المفروض ان هو يحتوي او يركز على فكرة واحدة بس. And is generally much shorter than an essay. وهو غالبا او عامة بيكون قليل عن الإزاي في الكتابة. يعني الباراجراف مثلا 15 سطر كفاية قوي، انما الإزاي ده ممكن 20 و30 و50 سطر، لان هو عدة باراجرافات. Which always consists of many paragraphs. يبقى الإزاي consists of many paragraphs. الإزاي عدة باراجرافات. In an إزاي you should explore many ideas. في الإزاي أنت المفروض تعرض مجموعة من الأفكار. While talking about one general topic. وأنت بتتكلم عن موضوع واحد عام، بس تعرض جواه موضوع من الأفكار. زي ما اتكلمنا كنا على التعليم، يبقى هنشوف مشكلته، هنشوف مميزاته، هنشوف عيوبه، نبتدي نفكر في حلول ليه. ده كده يبقى إزاي. In a paragraph you would write about only one topic. في الباراجراف انت بتكتب عن موضوع واحد بس. Because paragraphs are shorter. لأن الباراجرافز are shorter، قصيرة. And if you change topics you would start a new paragraph. إنما لو غيرت الموضوع المفروض ان انت بتبدأ في باراجراف جديد. على عكس الإزاي، ان انت فعلا بتخلص زي ما قلت كده مثلا موضوع 5-6 سطور كده، وبعدين بتبتدي تكتب باراجراف جديد. باراجراف جديد او الفقرة الجديدة انت هتكتبها بتكون بتتكلم فيها عن فكرة جديدة. يعني في الاول مثلا اتكلمت عن أهمية التعليم، هتيجي مثلا في الفقرة اللي بعد كده مثلا المميزات الشخص المتعلم، الفقرة اللي بعديها طيب العيوب اللي بتقابلنا في عملية التعليم والصعوبات والمشاكل، الفقرة اللي بعديها طب نشوف لها حل بقى، وهكذا. تمام؟ طيب
يبقى الفرق بين الباراجراف والمقال ان الباراجراف عبارة عن فقرة واحدة بدون فواصل، انما المقال عبارة عن مجموعة من الفقرات. طب كيف تكتب باللغة الانجليزية مقال؟ نفس خطوات الباراجراف ولكن على اكثر من فقرة. اقل حاجة في كتابة الايزاي اللي هو المقال تكتب 3 فقرات على الاقل، اللي هو بيبقى مثلا كل فقرة 5 6 سطور كده، تكتبهم 3 فقرات على الاقل، وتبدأ بالشكل اللي احنا قلنا عليه اللي هو بتسيب مسافة لحد نص السطر كده او قبل نص السطر بحاجة بسيطة، بتسيب مثلا 1/3 السطر، وبعدين تبتدي تكتب كابيتال ليتر، وبعدين جمل 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 ورا بعضيها ونقطة، وبعدين تبدأ الفقرة اللي بعديها تسيب مسافة برضو وتكتب من نص السطر، وهكذا وهكذا، وتعملهم على هيئة على هيئة قطعة يعني. اوكي طيب، the main parts of the day of the essay، ايه هي الاجزاء الرئيسية للمقال؟ اول حاجه الانترودكشن اللي هو التقديم. طيب الانترودكشن نعمل فيه ايه؟ في الفقره الاولى في المقال بتطرح الفكره او الهدف من كتابه الموضوع، ودي بتحتوي على جمله المقدمه او جمله الانترودكشن، بتعمل جمله للمقدمه او الانترودكشن، بتطرح بقى الفكره بتاعتك اللي هو انا هقدم لكم ايه باسلوب شيق كده تشد الكاتب ان هو يقرا اللي انت كاتبه. طيب جمله المقدمه بتحتوي بقى على ايه؟ انك انت بتقول له حقيقه او معلومه او بتعرفه بصلب الموضوع اللي انت ايه هتتكلم فيه، بس بتعرضه له باسلوب شيق كده. وبعد كده بنبتدي للجسم او البادي بتاع المقال. مثلا هنا انا هاخد عايزه اكتب ازاي عن اليونيفورم سكول اللي هو زي المدرسي، فممكن مثلا ابدا بجمله كده تكون هتديني معلومه حقيقيه عن زي المدرسي. في حد فينا يا اولاد بيحب زي المدرسه؟ مش كلنا واحنا في المدرسه بنتمنى ان احنا مثلا تيجي الامتحانات او تيجي الاجازه او نفرح مثلا بدرس بناخده بعد المدرسه عشان نروح البيت نقلع الزي بتاع المدرسه ده ونلبس اللبس الخارجي بتاعنا، وعلى طول في المدرسه بينبهوا يا جماعه لازم تيجوا الامتحان بلبس المدرسه، اللي مش هيجي بالزي المدرسي وهيخالف هنطلعه وكلام من ده، وبنستنى يوم الرحله عشان احنا مش هنلبس زي المدرسه، فطبيعي ان مفيش حد بيحب زي المدرسي. فانا هبدا الجمله بتاعتي الافتتاحيه وهقول له ان many students don't like to wear school uniform، ان تلاميذ كتير ما بيحبوش ان هم يلبسوا الزي المدرسي، ما بيحبوهوش. ادي دي جمله افتتاحيه قدمت فيها صلب الموضوع اللي انا هتكلم فيه اللي هو ان التلاميذ ما بتحبش الزي المدرسي. تمام. طيب بعد كده هاجي اجيب this sentence، يعني اللي هو ايه بقى؟ طالما التلاميذ ما بيحبوش زي المدرسه هم ما بيحبوش ليه؟ ابتدي بقى اعرض مجموعه من الافكار، فهقول له however there are many reasons that they should wear uniform، هقول له مع ذلك هم ما بيحبوش ولكن في اسباب كتيره تخليهم لازم او واجب عليهم انهم يلبسوا الزي المدرسي، اللي هو بقى ايه؟ يعني بعد التقديم وبقول له معلومه معينه برجع بقى اتكلم حول المعلومه دي واقول ايه اسباب تأييدي ليها، اسباب رفضي ليها، وهكذا. بتشتمل المقدمه كمان على سؤال عام لاثاره الموضوع، ممكن ابدا الكلام بتاعي بسؤال اللي هو مثلا ممكن اسالك do you like school uniform او uniform of school، يعني انت بتحب الزي المدرسي؟ بعد كده ببتدي اعرفك بالموضوع واقول لك ان ناس كتير ما بتحب الزي المدرسي عشان في مواضيع كتير. ممكن برضو لو انا بقى ضريع قوي يعني اكتب بقى عن حكمه او مثل، او استخدم بقى ايه بعض الجمل برضو الافتتاحيه زي الباراجرافات بالظبط. طيب صلب الموضوع بقى او البادي بتاع الايزي هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عباره عن فقره او اكثر هتعطي كلام عرض وطرح يشمل المين بوينتس اللي هي النقاط الرئيسيه بتاعه الموضوع اللي انا بتكلم فيه، الاكسبلين اللي هو شرح بقى لكل نقطه من النقاط دي، ديسكرايب هاوس اوف كل حاجه، اعطاء الاسباب جيف ريزونز، اعطاء امثله جيف اكزامبلز، تفاصيل داعمه سبورتنج ديتيلز، واول جمله بتعطي الفكره الرئيسيه والجمل التاليه تعطي افكار مسانده. طيب الكلام اللي انا قلته ده كلام نظري، فهمنا منه الفرق بين الباراجراف والايزي. طب انا عايزه بقى اطبق الكلام العملي ده واتكلم عن اليونيفورم سكول، فبقول مثلا مثال في اليونيفورم سكول الاول، المين بوينتس مثلا ان ستودنتس وير يونيفورم وبيرنتس كان سيف ماني، ان التلاميذ لما بيلبسوا الزي المدرسي الاهل ممكن توفر فلوسها، فدي ميزه في الزي المدرسي. ليه؟ لان الزي المدرسي انت هتشتري طقم او اتنين هتغير فيهم طول السنه، هتقعد تروح بيهم طول السنه، انما لو ما فيش زي مدرسي فانت كل يوم في المدرسه عايز تجيب لبس خروج، على الاقل خالص هجيب 3 4 تقوم تغير فيهم في طول الاسبوع اللي انت بتروحه عشان كل يوم عايز تلبس لبس جديد، فبالتالي كده في ميزه في الزي المدرسي ان بيرنتس كان سيف ماني. يبقى انا كده اتكلمت عن نقطه مهمه.
بعد كده ببتدي ادعم الكلام بتاعي بقى ان انا اعمل له supporting details، تفاصيل بقى داعمه للموضوع. فبقول they will not need to buy many different clothes for their kids، ان ازاي المدرسه ده هيخليهم مش محتاجين يشتروا لبس مختلف ولبس كتير لابنائهم، لانهم هيكتفوا بلبس المدرسه. في عمل المقال عن المشكله يمكن ان يتكون من الموضوع من فقرات. فاسباب المشكله بقى هكتب اتكلم بقى عن reasons of the problem و results of the problem، نتائج المشكلة، و solutions to the problem، وحلول المشكلة. يبقى أنا خلاص قدمت وجهة النظر وشفت المميزات إيه وشفت العيوب إيه، إزاي بقى أحل المشكلة دي، إيه النتائج عن المشكلة دي والحلول وهكذا. تمام. طيب بعد كده in conclusion اللي هو الاستنتاج اللي أنا استنتجته من الموضوع اللي أنا بتكلم فيه دوت، أو الحاجة اللي أنا وصلت لها في الآخر اللي هي الخاتمة، ودي بتبقى عبارة عن فقرة بتنهي بيها المقال بتاعك، وفيها بيكون جملة بتلخص فيها بقى النقاط اللي انت اتكلمت فيها، وبتلخص الافكار، وبتقول لنا بقى في الاخر انت وصلت لايه، النتيجة اللي انت وصلت ليها، او الرأي اللي انت بتقترحه، او الرأي اللي انت بتتبناه، او الانطباع اللي احنا هنطلع بيه. ويمكننا برضو استخدام بعض الجمل الختامية زي في الباراجراف بالظبط. خلاص عادي، هو مفيش اي حاجة، الايه زي بيكتب زي الباراجراف، احنا بس بنراعي ان هو يبقى عبارة عن عدة باراجرافات. يعني انا لو في الباراجراف هتكلم عن حاجه معينه، في الازاي هدخل كذا موضوع في بعض واتكلم عليهم مجموعه من الباراجرافات. يعني اعتبر ان الازاي ده ثلاث باراجرافات في بعض، بحيث ان انت هتتكلم عن ثلاث مواضيع بس هتربطهم ببعض، والمواضيع برضو مرتبطه ببعضهم، اللي هو المشاكل المميزات العيوب، وفي نفس الوقت هتكتبهم على فقرات. طيب تعالوا نشوف مع بعض مثال بقى عملي للكلام اللي احنا قلناه النظري ده. انا مثلا عايزه ازاي not less than 3 paragraphs، وخلي بالك ان الباراجراف يقول لك not less than مثلا 30 lines، انما الازاي يقول لك not less than مثلا 3 paragraphs، على اساس ان التاني بيكتب سطور، انما الازاي ده بيكتب فقرات. فهو دلوقتي عايز مني مقال عن اليونيفورم سكول. طيب تعالوا نشوف كتبنا ايه عن اليونيفورم سكول. فقلت له طبعا ده مكتوب على هيئه فقرات اهو، ثلاث سطور ونقطه، وبعدين هروح اكتب لفقره اللي بعديها وهكذا وهكذا، وسايبه بياضه اهو اللي انا باديه منها. فبقول students can pick their own clothes when they are older because students wearing uniforms is the best thing to do. يعني بقول له ان التلاميذ وهم كبار لما يكبروا ممكن انهم ينقوا لبسهم بنفسهم، انما طول ما هم صغيرين افضل شيء ليهم انهم يلبسوا الزي المدرسي ده، او يكون ليهم زي معين. Many students don't like wearing school. كثير جدا من التلاميذ ما بيحبوش اللبس المدرسة. Many students don't like wearing school uniforms. However, there are many reasons that they should wear uniform. كثير من التلاميذ ما بيحبوش لبس المدرسي أو الزي المدرسي، ولكن هناك أسباب كثيرة تجعلهم إنهم يلبسوا زي المدرسي. هبتدي بقى أتكلم عن إيه اللي المفروض نعمله عشان نلبس الزي المدرسي، وإيه المميزات بتاع الزي المدرسي وهكذا. فهنا بقى دخلت في البادي باراجراف، وأنا لما باجي أتكلم عن بادي باراجراف ما بكتبش كلمة بادي باراجراف، ده أنا كاتبها لكم هنا بس عشان تعرفوا إحنا بنمشي إزاي أو بنعمل إيه. فبقول مثلا firstly if students wear school uniforms، أولا إن التلاميذ دولت لو لبسوا الزي المدرسي parents can save money، أهلهم هيوفروا الفلوس أهو، يبقى دي ميزة. They won't need to buy many different clothes for their kids، مش هيحتاجوا أنهم يشتروا هدوم كتيرة لأولادهم. For school يعني school and lessons fees are already expensive، الدروس والمدرسة والمصاريف واحتياجات الدروس واحتياجات المدرسة طبيعي غالية مكلفة. So it helps to not spend more money on clothes. فالزي المدرسي بيساعد ان انا بقى مصرفش فلوس اضافية على اللبس، ان هما بيبقوا محتاجين كل يوم لبس، لا كفاية انا هصرف دروس وهصرف ادوات للمدرسة وهصرف بص وهصرف مصاريف المدرسة، فمش هزود بقى كمان بان انا كل يوم ابقى محتاج لبس، فالزي المدرسي بيوفر معي. طيب دي كده اول حاجة اتكلمنا فيها. Secondly بقوله ثانيا uniforms help students focus on school. كمان الزي المدرسي بيساعد التلاميذ او الطلبه انهم بقى ايه يحسوا بتواجدهم في المدرسه ويحبوا المدرسه. If students don't wear uniforms، لو الطلبه ما لبسوش اليونيفورم ده غير اللي هو بيكلفهم في الفلوس، they might waste time worrying about what they will wear. هيقضوا وقت كتير او هيستنزفوا وقت كتير بقى قلقانين هم يلبسوا ايه كل يوم، بقى زي ايه هلبس ده النهارده، لا هلبس ده بكره، طب انا رحت بيه امبارح، طب هلبس ايه، ويبقوا شاغلين بالهم ويضيعوا وقت. With uniforms they won't care so much، انما لما يبقى عندهم يونيفورم خلاص بقى مش هيهتموا، هو اللبس بتاع كل يوم يعني هنلبسه خلاص.
مش هيبقوا مهتمين about their looks بشكلهم and will pay more attention to their students وهياخدوا بالهم أكتر من for their studies من دراستهم بقى. يبقى مش كل يوم بقى عايز اللي هو يصحى بدري عشان يكوي ويشوف هيلبس إيه عشان شكله ومظهره يبقى كويس، لأ هيكون كل همه مذاكرته وإن هو خلاص يعني هو شكله بتاع كل يوم اللبس اللي هو متعود عليه اليونيفورم بتاع المدرسة فيهتم بمذاكرته بقى. Lastly أخيرا uniforms make all the students the same، الزي المدرسي بيخلي كل الطلبة نفس الشكل، فبالتالي إيه؟ طبيعي إن المدرسة هيكون فيها ناس أغنياء قوي وناس متوسطين في الغنى وناس أقل غنى شوية أو فقراء وما غني إلا الله، فطبيعي لما يبقى اليونيفورم موحد وده لابس زي ده زي ده هيحسوا من جوه بالمساواه، ما هيبقاش بقى في حقد حد على حد او في حد يبص يا شوف ده لابس ايه او جايب ايه وانا مش قادر اجيب زيه فيبقى في كسوف او في حاجه. فاليونيفورم بيدي الميزه دي ان هو يجعل كلهم شكل بعض، فما فيش حد بيغل من حد ولا حد بيحقد على حد ولا حد هيبص ان ده معاه فلوس وده مش معاه. Some students may be rich and some may be poor لأن بعض التلاميذ بيبقى غني والبعض التاني بيبقى فقير. But uniforms make them equal إنما الزي المدرسي هيخليهم إيه كلهم متساويين وكلهم واحد. Thus poorer students don't have to feel bad about not having fashionable clothes عشان كده التلاميذ الفقيرة مش هتحس إحساس وحش إن هي مش قادرة تجيب ملابس على الموضة أو ملابس غالية زي زمايلها. Conclusion الاستنتاج أو الخاتمة بقى اللي أنا هتكلم فيها To conclude students can pick their own clothes when they are older يعني التلميذ يقدر يختار ملابسه بقى لنفسه لما يبقى كبير. As students wearing uniforms is the best thing to do فلبس التلميذ لليونيفورم ده أحسن حاجة تتعمل في الوقت المناسب. تمام؟ فأنا كده اتكلمت عن زي المدرسة، اتكلمت عن زي المدرسة على هيئة ايه، زي عملته على فقرات، اتكلمت على اكتر من فقرة، دخلت حاجات كتير، وريت له مميزات الزي المدرسي، وريت له ليه اصلا احنا بنجيب الزي المدرسي، وريت له ان انا مؤيدة لموضوع الزي المدرسي. فانا اتكلمت عن كذا فقرة في الباراجراف. انا كنت ممكن اتكلم عن سهولة ارتداء الزي المدرسي وان الزي المدرسي بيبقى مريح وخلصنا واكتب بقى كل الباراجراف عن كده مش محتاجه اكتب حاجه تاني. انما في الايزي انا اتكلمت عن التلاميذ الفقيره والتلاميذ الغنيه وده بيشعر بايه وده بيشعر بايه وان ازاي بيعمل مساواه بينهم، فتطرقت لاكتر من فكره. هو ده الفرق بين الايزي والباراجراف، اتعامل مع الايزي على انه باراجراف ولكن زود فيه الافكار واكتبه على هيئه فقرات. تمام؟ فقرات زي العربي يا جماعة، زي لما افتح كتاب قراءة كده بتلاقيه مكتوب ازاي، فقرة ونقطة مثلا وصلت لغاية نص السطر كده نقطة اهو زي ما هو عندك هنا، تبتدي بقى كده من اول السطر تاني وهكذا وهكذا. والإزاي ما يقلش عن 3 باراجرافات، عايز تزود 4 5 زود، انما ما يقلش عن 3. يعني لما يجي المصحح يصحح لك كده يلاقي الإزاي بتاعك عبارة عن 3 باراجرافات، ده الحد الأدنى. تمام؟ كده انا خلصت الايزاي وان شاء الله ليكوا فيديو تاني معايا اديكوا تدريبات على الايزاي، والموضوع سهل جدا. الايزاي زيه زي الباراجراف ما فيهوش اي مشكله، بنتكلم فيه زي الباراجراف بس بنحاول نطول شويه ان احنا نجيب مميزات الحاجه، اسبابها، عيوبها، نتائج، حل للمشاكل، احاول اعمل مقدمه حلوه، احاول اعمل خاتمه حلوه، واكتب الموضوع على هيئه فقرات. يعني اخلي المقدمه فقره، صلب الموضوع مثلا فقرتين ثلاثه، اخلي الخاتمه فقره، فيبقى عندي كده الباراجراف بتاعي الايزاي بتاعي 5 فقرات، غير الباراجراف اللي انا ممكن اكتبه مثلا المقدمه بتبقى سطر والخاتمه سطر والموضوع مثلا اكتبه في 10 سطور ولا حاجه وبيبقى تمام كده. تمام؟ يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه وقدرت اعرفكم الفرق بين الايزاي والباراجراف. وبرده اي حاجه مش واضحه ابعتوا لي في الكومنتس او ابعتوا لي على التليجرام او على الواتساب او على الجروب بتاع مناره العلم على الفيسبوك او على صفحه مناره العلم على الفيسبوك وانا اشرح لكم كل اللي انتم عايزينه. كانت معكم منارة العلم with my best wishes والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.